أخبار اليوم. الإحصائية بتقول أن مصر بعد 3 سنين هتبقى بركن كبير. المشكلة تحلها على موضوع سيارة طائرة زي دي والتكدس المروري، فدي حاجة ما حدش يقدر يتجاهلها، دي ما فيهاش كلام. بتطير ب 21 محرك، فيها 21 محرك كهربائي هم اللي بيرفعوها وبينزل فيها أجهزة غير عادية، تمشي على الأرض 120 كيلو، بتشتغل بالطاقة الكهربائية، المفروض إفلاحها ملايين من الدولارات، وأنا رفضت وقلت بلدي بس. حاليا الريش عندي من التنية، وانا جايب الريش اللي هي التنه الاتصال، ريش من الياف الكربون. بالنسبه للطيران والكلام ده كله في برنامج محدود اللي يقودها، مش عامل ان بيكون لها ابراج مراقبه كل 5 كيلو زي شبكات الطيران، ماشي في الميه غير بنزين.